عزيزي برج الأسد ملك النبل والكرم. الأسد مخلص وصادق، ذات شخصية سحرية ومغناطيسية كذلك. وهذا العام هذه هذا الجمال سيكون أكثر، سيكبر. هذه الطاقة المغناطيسية التي تميزك وهذه الجاذبية سترتفع عزيزي برج الأسد. أنت عزيزي برج الأسد أراك هذا العام ذكي عاطفي كذلك، وهذا الذكاء العاطفي يبني لك عالم عميق جدا، وروحك أراها ذات أرواح، ذات روحك ذات ألوان باهية جميلة مقدسة، وكل ما حولك كل ما حولك عفوا سيكون يعني ستكون ألوان ستكون ألوان جميلة بزاف، يعني ذبذباتك العالية تجذب الكثير من الذبذبات الأخرى الإيجابية، يعني كل من حولك سيكون جميل، وخا من حولك كذلك ذبذباتهم ستكون يعني ناس تحبك، وخا هناك أشخاص حولك تحبك وتتمنى لك الخير عزيزي برج الأسد، لذلك كن متفائل وخا. استغفر الله يا ربي الحبيب. تصر الطاقة الكارد أنك عزيزي هذا العام ستكون جميل جدا وجذاب، لكن متواضع. ليس فقط مظهرك جميل وجذاب، بل طاقتك كذلك جميلة وجذابة، وأراك أن رغم كل ما هناك تغييرات عظيمة ستحدث لك أشياء عجيبة. الله الله، تغيير إيجابي. وهذه كارتك أنت عزيزي برج الأسد. كنت أقول أن أنت يعني متواضع، رغم كل ما يعني كل ما وهبه الله لك أنت متواضع، متواضع بزاف. أنت معطاء كريم بزاف، سخي، كتحب الخير، تساعد الآخرين، قلبك شمس عزيزي، وروحك ياقوت وذهب. ورغم كل ما وهبه الله لك أنت متواضع. وبما أن الشمس عزيزي، الشمس تديرك أنت، يعني تدير برج الأسد. غادي نقول لكم واحد الجملة. عندما تختفي الشمس أثناء الكسوف تظهر عظمتها. وأنت عزيزي هذا العام ستكون عظيم في حياتك. كارتة رائعة رائعة ميرفيوز، التي نحط هذه كارتة رائعة. عامك هذا العام سيكون عام عظيم. كارتة رائعة، واو. بالنسبة للجانب المادي عزيزي، أنا أرى هذا العام هناك سفر، لكن سفر قصير، وخاص سفر قصير للمتعة فقط، للراحة، باش ترتاح، للاسترخاء. بالنسبة للمداخل، هناك مداخل مادية، مداخلك المادية هذا العام ترتفع بحال الترمومتر، بحال الزئبق ديال الترمومتر، يعني عندما ترتفع درجة الحرارة يعني بسرعة، هذا ما سيحدث. واخا يأتيك المال بسهولة وبيسر بحول الله بإذن الله، ومال مضاعف جوابا كجواب جواب
ثواب سماوي على جودك وكرمك عزيزي برج الأسد. هذا العام تجارة سماوية بينك وبين الله، يعني أنت كنت معطاء وكنت سخي وكريم وتساعد الآخرين، ورغم أنك تساعد الآخرين ولا تنتظر المقابل، تقوم بذلك لأنك جميل، لأنك طيب وتتعاطف مع الآخرين، لكن الله يرى كل شيء والله يجيبك بهذه الجائزة السماوية. واخا هناك كما قلت المداخل ديالك ترتفع بسرعة. أنت طيب وكريم وتعطف وترحم على الآخرين، وهذا التعاطف يعني كل ما تصدقت به يرجع إليك مضاعف. وأصر أنك أنت إنسان طيب، يعني لا تقوم بالخير باش الله يرد لك الخير، نو، يعني أنت هكذا واخا أنت إنسان كريم. هم الأسديون هكذا، هم كرماء بزاف. واخا بالنسبة للحب، سنتكلم عن الحب. هذا الحبيب يتمسك بك، هذه القراءات تتكلم فقط عن الحبيب. هذا الحبيب يتمسك بك، متمسك بك روحيا وجسديا. لماذا؟ لأنك وردة صحرائه القاحلة والجافة. أراك أنت عزيزتي ربما تحاولين نسيانه، ربما تحاولين أن يعني أن تسيطري على مشاعرك، لكن أنت تفكرين في هذا الحبيب ليل نهار، وصورته لا تفارقك أو لا تفارقك أبدا، يعني دائما الصورة ديال هذا الحبيب في خيالك. لماذا تفكرين فيه هكا؟ يعني دائما كتفكر فيه، لأنه هو يناديك روحيا، أنت تهرب وهو يطاردك. لا تخلوني نشوف الطاقات نارية برج الأسد مثلك حمل وقوس تهيمن النارية، رغم أنك أنت يعني برج ناري، وكذلك المائية سرطان قوس أحد، وكذلك الميزان، وكذلك ترابية موجودة كلها، وخ موجودة حتى الترابية، نارية مائية ترابية وبرج الميزان. نواصل، قلنا أن هذا الحبيب يناديك روحيا، أنت تهرب لكن هو يطاردك روحيا وجسديا هذا العام، لأن المشاعر تسيطر رغم العوائق. هناك عوائق واخا، لكن هذه عزيزتي شوفوا، هذه تتكلم عن توأم الروح، تتكلم عن الحب الصافي والنقي. هذا الحبيب يشتاق إليك، يفكر فيك كذلك، نفس الطاقة، طاقتك أنت كما قلت في البداية، أنت ذبذباتك عالية، وكل ما حولك ما يحيط بك كذلك ذبذبات جميلة، وهذا الحبيب كذلك ذبذباته وذبذباتك متساوية بحال. واخا يعني أنت تفكر فيه هو يفكر فيه، أنت تشتاق إليه هو يشتاق إليه. لماذا؟ لأنه توأم روح عزيزي، لأنه توأم روحك. واخا هذه تتكلم عن الحب الصافي الروحي السماوي. هناك عوائق، نعم هناك عوائق تمنعه وتبعده، لكن هذا شريك حياتك الروحي، يشتاق إليك بزاف كثيرا وبجنون، يحتاج إليك. لماذا يحتاج إليك؟ لأنه معك يعرف نفسه، أنت تكمله، أنتما روح واحدة انقسمت إلى اثنين، هذا توأم الروح. أخ يبحث عنك في عقله، في منامه، في يعني دائما، وحتى في الحياة، وأنت تهرب، أراك تهرب، تهرب من توأم روحك، ربما تهرب من العذاب، تهرب من تريد أن تنساه، لكن لا يمكنك أن تنساه عزيزي، لأنه توأم الروح. هناك عوائق، نعم، لكن هذا العام هناك تغيير عجيب سيحدث هذا العام. لا تنكمل، هذا الحبيب يعني مثلك بحال نفس الطاقة، يعني نفس الطاقة. هذا الحبيب عندما يراك يبتسم
ويذيبك بنظراته. ونفس الشيء هو كذلك، أنت كذلك تبتسمين عندما تري الحبيب، وكذلك يعني نفس الشيء، وخا أنت تؤثر فيه بطريقة وهو يؤثر فيك بطريقة بنفس الطريقة. نعم هناك اختلافات بين يعني لأن الرجل مختلف والمرأة، لكن نحن نتكلم عن الطاقة والذبذبات وهي متشابهة، هذا ما أريد أن تفهمه. راك تهرب، لا أدري لماذا تهرب وأنت تشغل كيان هذا الحبيب. عندما ينظر إليك تلمع عيونه، ربما أنت تشك في هذا الحبيب، ربما ليس تشك في الحبيب بل تشك في حبه، لكن لا تحتاجين إلى دلائل. فهذا عندما يراك بحال الا شاف هذا الباب ديال الجنه، بحال كما لو راى باب السماء او باب الجنه، يعني تملا كيانه. وكذلك عندما تكون يعني بقربه هذا الحبيب، il perd la notion du temps، فنقول بالعربيه يعني يفقد، لا يعرف اين هو متواجد وكم الساعه، يعني يفقد الشعور بالزمن والمكان، كينسى راسه، ينسى راسو وكينسى أنه موجود. تفهمونني ياك؟ هذا حب بيور يعني صافي بزاف، ربما لا يعبر عن المشاعر، لا يعبر بالكلام عزيزتي، لأننا الكر تقول أنه حب صافي ويتكلم عن الحبيب أكثر، وخا تتكلم عن الحبيب أكثر لكنه ليس معك يعني جسديا، لكن هناك حب، لا يعيش معك لكن هناك حب. وعندما تراه أنا أرى أنك تهرب، لكن هو يحبك وأنت تشك في هذا الحب، لأنه ربما لا يتكلم أو لا ما كيعرفش يعبر على المشاعر دياله. لكن حبيبتي هذا الحبيب يعبر بطريقة أخرى، بحال الشمس، مثل الشمس، سبحان الله. تكفي هذا الكرت لأقول لكم ما يعني نوع هذا الحب الجميل. الشمس يعني لا تقول لنا أحبكم يا عباد الله، بل تعبر عن حبها لنا يوميا بإشراقها وحتى غروبها الجميل والسحري. هذا الشخص عزيزي عزيزتي قلب صافي مثلك بحالك، يعني نية جميل بزاف، جميل نيته صافية. نعم هو توأم روح وهناك عوائق، هناك ربما حتى اختلافات، واخا لكن يحبك، نيته صافية وصادقة، يريدك في الحلال، روح راقية مثلك، الملائكة تحمي هذا الحب الجميل، هذا حب سماوي. لماذا؟ لأنه نقي وسليم بزاف. بلاتي شجرة الحياة تتكلم، شوفوا ما قلته، معك يفقد يعني الشعور بالزمن، ما قلته، سبحان الله. هذه تكرته أم الروح، يعني طريقكم القدر غادي يجمعكم عاجلا أم آجلا، سيجمعكما لكن في الحلال، ولا تفقد الأمل أبدا، لا تفقد الأمل أبدا. هذه تتكلم عن الحماية، الكرت تتكلم عن الحماية السماوية، عن الحماية الربانية. لماذا؟ لأن روحك وروح هذا الحبيب روح نقية بزاف، لأنه توأم روحك وتكون الطاقة متشابهة، أخا يحبك تحبه، تفكر وقلوب صافية وجميلة بزاف. والملائكة تحمي هذا الحب السماوي لأنه نقي وصافي، وتحميه من الأوساخ البشرية، وخلي أن هناك كما قلت ربما عوائق أو اختلافات أو المهم أوساخ بشرية. الملائكة تحمي هذا الحب من الأوساخ البشرية. سجلوا لي هذه الجملة الجميلة، الله كيحميكم. لماذا؟ لأن قلبك وقلبه بحال روح واحدة، روح نقية بزاف، حب سماوي. تخيل عزيزي نفسك مع هذا الحبيب، تخيل نفسك مع حبيبك عزيزتي في فقاعة وردية تطير هذه الفقاعة، وأنتما
تشكراني الله، نعم تشكراني الرحمن الحليم السميع، وتبعث للسلام للرحيم للسميع البصير كل الشكر والامتنان. تضحكان وتبتسمان في هذه الفقاعة الوردية تفرحان. لماذا؟ لأن القدر سيجمعكما، القدر سيجمعكما، لأن يعني ستتحقق العدالة السماوية، سيجمعكما القدر. أنت هذا العام ستعيش أفضل لحظات فرح سعادة، ستبكي من الفرح مع هذا الحبيب، لكن هذه ليست سوى بداية للكثير من اللحظات السعيدة. قد يكون هناك لقاء، لكن لقاء في السر. لذلك أراك أنت تهرب، لأنك أنت يعني قلبك صافي، تريد الحلال، لا تريد الإساءة لأي أحد، لأنك جميل عزيز برج الأسد، أنت جميل بزاف. لكن الحب لا يمكنكما السيطرة عن المشاعر. هذا العام عزيز برج الأسد ستودع كل الشك واخا في حب هذا الحبيب، لأنه سيفعل شيء من أجلك، لا أدري ماذا، قولوا لي أنتم في التعليقات ماذا سيحدث هذا العام إن شاء الله، لكن شيء جميل جميل بزاف لن تنساه طوال حياتك، وستفهم أن الحبيب، يعني غير هاد جوج الكارتات يكفي، تتكلم يعني عن الحبيب لتفهم وتتأكد أنه نعم نعم يحبك، نعم يحبك. ستتأكد، لا أدري ماذا سيفعل، لكن سيقوم بشيء مهم مهم، وسيحدث تغيير هذا الشيء، يعني لن تنساه طوال حياتك، وستتأكد من أنك من أنه يحبك، من أنه توأم الروح، من أنه نصفك الآخر، من أنه حبك الحقيقي. لذلك تفاءلوا بالخير تجدوه، وكما قلت ابعثوا للخالق للرحمن الرحيم تفاؤلكم وامتنانكم وشكركم. لا تطلبوا أي شيء عزيزتي، فلديكم هذا الحب الجميل والصافي، واخا يعني كارتات جميلة وإيجابية، ربما حب في السر أو علاقة سرية، وأنت يعني تحب الله، تحب الحبيب، لكن تحب الله وتخاف، ليس تخاف، لا تخاف الله، لأنك إنسان جميل لا تؤذي أحد، لكن يعني تؤمن بالعدالة السماوية وبالكرمة، لذلك لا تريد أن تسيء لأحد، لكن كن مرتاح، توكل على الله عزيزي برج الأسد، حسن الظن بالرحمن الرحيم، فسيصلك كل ما تتمناه، كن على يقين، كن على يقين، وخلي أنها قراءة مبشرة وجميلة بزاف بزاف. جميلة بزاف، أرى أن القدر في الأخير غادي يجمعكم. بلاتي هنايا واحد الكارت، أحتاج إلى كارت أخرى حتى تغير. لا ستة، نعم ستة صافي، نعم هو توأم الروح، القدر سيجمعكما، القدر سيجمعكما، طريقكما طريق واحد، كوني متأكدة. ما في قلبك وعقلك سيتحقق هذا العام عزيزتي. هذا الحبيب سيؤكد لك، لأني أراك يعني تشكين، سيؤكد لك أنه يحبك، وكذلك أرى دلائل سماوية، دلائل سماوية والعدالة السماوية، شيء سيحدث، إضافة إلى أن الحبيب غادي يدير شي حاجة لن تنساها طوال حياتك، وستعرف أنه يلتيم فغيمون يحبك بصدق. الله، قراءة كانت قراءة عميقة بزاف. هذا العام هو عامك عزيزي، عام حبك، لا تحتاج حتى لأن تطلب، اطلبوا ما شئتم، لكن أرى يعني أن هذا العام غادي تفتحوا عينيكم فيما يخص هذا الحبيب، وستفهمون أنه نعم يحبك، وأنه ليس معك الآن لأن هناك عوائق قوية، ولأن القدر يريد أن يعني أن تكون أنت في مكان، لكن هذا العام ستختلف كل هذه الأشياء، ستختفي كل السلبيات، ستختفي وليست سلبيات فقط مرحلة. شوفوا ماذا ينتظركما، شوف يعني النقاء والحب الجميل. كانت قراءة جميلة، والآن غادي نشوفوا